هلا، كيفكم؟ معكم رافع من قناة عفكم. إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم الفيديو راح يكون عن طريقة صنع زخرفة حلوة من خلال هذا الأرنب اللي وعدتكم به بالفيديو اللي قبل هذا. إن شاء الله تحطوا له لايك، وكمان هذا ما تنسوا تحطوا له لايك. فاللي راح تحتاجوه هذا الأرنب الكبير، كمان الصفائح اللي تيجي معاه، فيها الصفائح يعني، ورقة، وآخر شيء أخضر هو التاني. اخترت ألوان متعددة يعني، في يعني 7 ألوان. سوري. طيب أول شيء بدي أخذ الأرنب الكبير هاد، بعدين بدي أخذ صفيحة هاي، راح أعمل بثقب الدنان، راح أختار لون وردي، بحب اللون الوردي كتير. طيب راح أبدأ أعمل. بالشكل والتقليم، بعدين نحصل على زخرفة. لحظة، هي مش واضحة، هاي الزخرفة روعة حلوة، عجبتني كتير. طيب رح نعمل زخرفة تانية بنفس الصفيحة، رح نعمل من خلال العينين نفس اللون، بحب اللون هذا كتير، خلال العينين، ثقب على شكل العينين، والنتيجة بتطلع حلوة جدا. طيب هسا رح نختار صفيحة غير هاي. هاي خلص، كل صفيحة بنعمل تنتين. هاي الصفيحة التانية رح نعمل من خلال هذا الثقب، هاي ثقب يعني عادي. رح اغير اللون للبنفسجي. طيب هذا هو الشكل النهائي. طبعا انا عملت ثقبين، مش ثقب واحد. الثقب الاول طلع عندي هذا الشكل، دائره اللي باللون الغامق، فما حبيته كثير، فعملت ثقب ثاني صار عندي بهالشكل. طيب راح اعمل ثقب هاي الدمعه، كيف زي الدمعه، او لا ما بدي اعمل دمعه، بدي اعمل نقاط، اي نقطه، هاي اي نقطه يعني، كل نقطة تعطي شكل، وكل ثقب تعطي شكل. واو شكلها حلو. أوبس. بعدين الشكل النهائي حلو. طيب هاي خلصنا من الصفيحة هاي، راح ناخد الصفيحة اللي وراها واللي باللون الوردي بالشكل، راح احطها بأي نقطة يعني مش مهم، بأي نقطة. هذا هو الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي، وبس هذا هو الفيديو. أتمنى أن يعجبكم، إذا عجبكم ما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب والاشتراك في القناة أهم شيء، وباي.